السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كجيران بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. كنعتذر مسبقا، اليوم عاد يكون واحد شوية مشكل في الصوت نظرا لانني مريض، ما عادش نقدر يعني نهضر بذاك الصوت اللي موالف كنهضر به، يعني كما تنقولوا حنايا قبلوا علينا في هذه الحصة هذه، ان شاء الله عاد يكون على خير. دونك هنايا حاولت نخدم واحد الوطني، صراحة عجبني الاسئلة اللي فيه. عندنا هنايا لابارتي الاولى فيها جوج ديال الدول، لابارتي الثانيه فيها دالة واحده اخرى، وبالنسبه لابارتي النهائيه الاخرانيه الجزء الثالث عباره عن تمارين ديال متتاليه مرتبطه بالداله اللي عندنا هنايا. دونك على بركه الله الشباب نبداو بالنسبه للتمرين الاول. دونك بالنسبه للجزء الاول عندنا واحد جوج ديال الدول، غادي نعاود نكتبهم هنايا باش يبانوا لكم. دونك هنايا عندنا لابارتي الأولى، عندنا الدالة جي دو إكس كتساوي إكس ناقص واحد ناقص ألين دو إكس، هادي هي الدالة جي اللي غادي نبدا فيها الأسئلة ديالنا. طب بالنسبة للسؤال الأول قال لي احسب جي بريم دو إكس لكل إكس من المجال زيرو بلس لانفيني. دونك بالنسبة للسؤال الأول غادي نحسبو يعني لا ديريفي ديال لا فونكسيون جي، ابخي غادي نديرو الطابلو دو فارياسيون. دونك كيلك سوا اكس ابارتي على انترفال 0 بلس لانفيني، هنا عطانا المجال 0 بلس لانفيني، يعني لا داعي اننا باش نمشيو نحددو الدومين دو ديفينيسيون. غالبا في التمارين ديال الوطنيات ولا الوطنيات بشكل عام كيتعطاك مجموعة ديال التعريف، يعني ما كتحتاج انك تحسبها ولا شي حاجة، قليل فين كتلقى واحد السؤال ديال بين ان مجموعة التعريف هي هذا المجال هذا. يعني في هذه الحالة الى قدرتي وباستطاعة ديالك انك تخرج هذاك مجموعة ديال التعريف اللي بغاو هما مزيان، ما قدرتيش خدم هذاك الشيء اللي عطاوك وكمل. دونك انا جي دو اكس جي بريم دو اكس عفوا كتساوي اكس ناقص واحد ناقص الين دو اكس، هادشي كامل نديرو البريم. دونك غادي نخدم البريم عادي كيف ما كنخدمو في التمارين العادية. دونك البريم ديال اكس ناقص البريم ديال واحد ناقص الين دو اكس بريم، المشتقات ديال اكس هي واحد ناقص المشتقات واحد هي زيرو، المشتقات الين دو اكس هي واحد على اكس. هنا غادي نحاول نوحد المقام، دونك واحد في اكس هي اكس ناقص واحد على اكس، هادي هي جي بريم دو اكس quelque soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. دونك كيفما يعني كسبق ليا خدمنا في التمارين اللي قبل كنحاول نأطر هذيك النتيجة اللي وصلنا ليها. دونك نكملو هنايا، طلب مني باش نحدد طابلو دو فارياسيون. بالنسبة لهاد الامتحان هذا غادي نحطو لكم في الأول ديال الفيديو وفي الأخر ديال الفيديو. دونك غادي نحاول هنايا نخرج طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك هنايا اول حاجه كنمشي كنديرها هي كنقلب على يعني الاشاره ديال هذا التعبير هذا. دونك حنايا خدامين في المجال 0 بلس لانفيني، يعني الاشاره ديال جي بريم دو اكس مرتبطه ليا بالاشاره ديال اكس ناقص واحد. دونك اشاره جي بريم دو اكس هي اشاره اكس ناقص واحد. علاش خدينا اكس ناقص واحد؟ حيتاش اكس ابارتي لانترفال 0 بلس لانفيني هي مقام موجب. دونك غادي نمشيو نحلو هاد المعادلة هادي، اكس ناقص واحد كتساوي صفر، يعني ان اكس كتساوي واحد. مزيان، دونك حنا لقينا ان هاد المشتقة كتنعدم ليا في واحد. دونك غادي نمشي ندير جدول التغيرات ديال هاد الدالة جي. دونك جي بريم دو اكس لانترفال 0 بلس لانفيني، و 0 خارج لا في المشتقة لا في الدالة، دونك هي جي دو اكس كتنعدم ليا في واحد في هاد المجال، كندير الإشارة ديال أ اللي هي موجبة، هنا كندير الإشارة ديال عكس، إشارة أ هي سالبة، يعني ما تكون دالة تناقصية هنا تزايدية. مزيان، دونك هذا هو مجموعة عفوا هذا هو جدول التغيرات طابلو دي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون جي، وهنايا كنعمروه بلي ليميت، وهنا كندير جي ديال واحد
مزيان. دونك هنايا طلب منا باش نخرجوا دول التغير، حنا خرجناه. نكملوا الاسئله الاخرين. السؤال الثاني، استنتج ان جي اكس كبر من صفر لكل اكس من المجال زيرو بلس لانفيني. يعني السؤال ب الف عفوا ب اولا بنا نستنتج ان جي دو اكس اكبر من صفر مهما يكون اكس ينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. مزيان. دونك هنايا بنا نستنتجو الاشاره ديال جي اكس، هي قال لي هو استنتج. ارجع معايا للطابلو دو فارياسيون، شوف معايا انت بغيتي تستنتجها من جدول التغيرات. داك النهار في اخر فيديو كنا درنا، الا بغيتي تخرج يعني الاشاره ديال واحد الداله، عندك جوج ديال الاختيارات، اما دير الطريقه ديال التعطير ولا تستنتجها من جدول التغيرات. في هذه الحاله غادي نستنتجها حيت هو قال لي استنتج. دونك هنا شنو تيبان لكم في هذا الجدول؟ هذا عندنا واحد الداله تناقصيه وتزايديه. مزيان. يعني لي فارياسيون كنعرف ان لي فارياسيون ما عندهم حتى شي علاقه بالاشاره، يعني ما كيعنيش ان الداله كانت تزايديه كتكون موجبه ولا كانت تناقصيه كتكون سالبه. هاد النقطه هادي يعني شرحناها مرارا وتكرارا، يعني لي فارياسيون ما تدخلهمش في الاشاره ديال الداله. من غير لي فارياسيون هاد القيمه هادي شنو كتسمى؟ قيمة دولية عندنا واحد الفالور مينيمال. اشنو هي؟ هي جي ديال واحد. علاش قيمة دنيا؟ يعني وقت ما الدالة يعني كانت تناقصية ولا تزايدية هنا كتسمى قيمة دنيا. إذا كان العكس، إذا كانت الدالة تزايدية طلعت لواحد القيمة عاد هبطات كتسمى قيمة قصوى، فالور ماكسيمال. دونك هنايا عندنا واحد لافالور مينيمال اللي هي جي ديال واحد، يعني جي ديال هذا العدد. عادي نمشي نحسبها. دونك هنايا ولا نكتبها هي الاولى، لدينا جي ديال واحد قيمه دنيا للداله جي. دونك جي لي واحد فالور مينيمال دو لا فونكسيون جي. نمشي نحسب جي ديال واحد، جي ديال واحد تتساوي هي الدالة عندنا هي واحد ناقص واحد ناقص الين ديال واحد تتساوي. دونك واحد ناقص واحد هي زيرو، الالين ديال واحد هي صفر. دونك جي ديال واحد تتساوي صفر. عقل مزيان، الى لقيتي واحد لا فالور مينيمال كتكون الدالة كبر منها. الى عندك العكس، الى عندك فالور ماكسيمال كتكون الدالة صغر منها. دونك حنا عندنا قيمة دنيا يعني الدالة كتكون كبيرة. دونك جي دو اكس اكبر او يساوي جي ديال واحد، و جي دو اكس اكبر او يساوي جي ديال واحد هي زيرو، كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال زيرو بلس لانفيني. يعني هاد النتيجة هادي راه هي اللي بغا مني نبينها ليه في هاد السؤال هذا. دونك نتمنى السؤال يكون مفهوم. غادي نكادري هاد النتيجة اللي وصلنا ليها باش الا بغينا الاشاره ديال جي اكس تكون عندنا باينه. دونك غادي نمشيو للسؤال الثاني. بين ان اش دو اكس كتساوي واحد زائد جي اكس زائد اكس ناقص واحد مضروبه في الالين دو اكس. فين هي اش دو اكس؟ هي هادي، اش دو اكس كتساوي اكس زائد الين دو اكس عامل اكس زائد واحد. دونك هذا فيما يخص السؤال الثاني الف. نعاود نكتب هنايا لا كيستيون حيت كيبان ليا هذا، يعني هذا المطبوع ما تيبانش مزيان. نكتب لك هنايا اشنو مطلوب منا. بين ان مونتري كو اش دو اكس تتساوي، دونك اش دو اكس شحال هضرنا كتساوي واحد زائد جي اكس واحد زائد جي دو اكس زائد اكس ناقص واحد مضروب في الين دو اكس. اكس ناقص واحد مضروبه في الين دو اكس. اعطانا في المعطيات ان اش دو اكس كتساوي هي وجي دو اكس. دونك اش دو اكس هي اكس زائد جوج الين دو اكس، وف هنا ناقص عفوا ناقص هنايا، وفي جي اكس هي اكس ناقص واحد
ناقص ln دو اكس، ناقص ln دو اكس. هذه هي جي اكس وهذه هي اتش دو اكس. طلب مني في السؤال باش نبين لي ان اتش دو اكس كتساوي 1 زائد جي اكس زائد هذا التعبير هذا. غادي نمشي نخرج هذا التعبير غادي نلقاه هو اتش دو اكس. دونك هادو معطيات عطاوها لنا في التمرين، معطيات يعني شنو نمشي نشد. غادي نمشي نشد هاد واحد نزيد عليه جي اكس ونزيد عليه هاد التعبير، خاصو يعطيني هاد اكس زائد ln دو اكس عامل اكس ناقص جوج. دونك نحاول نحسب هذاك التعبير اللي عندي هنايا، واحد زائد جي دو اكس زائد اكس ناقص واحد مضروبة في ln دو اكس تتساوي هاد واحد عادي يبقى. عادي نمشي نعوض هير جي اكس ونحسب هذا عادي. دونك واحد زائد واحد زائد هاد جي اكس هي هادي اكس ناقص واحد ناقص ln دو اكس زائد اكس ناقص واحد مضروب في ln دو اكس، هي ln دو اكس عامل اكس ناقص واحد. مزيان. دونك اول حاجة غادي نمشي ندير نشرح هادي ونحسبها عادي. دونك غادي نجيب واحد الورقة هنا باش نكملو هاد السؤال هذا. دونك تتساوي نعاود نكتب لك هذاك السطر هنايا، واحد زائد اكس ناقص واحد ناقص ln دو اكس زائد ln دو اكس عامل اكس ناقص واحد. يلا كانت ln دو اكس انا جريتها لهاد الجي. دونك واحد زائد اكس ناقص واحد ناقص ln دو اكس زائد نشر هادي اكس ln دو اكس في اكس هي اكس ln دو اكس ناقص ln دو اكس. نشرت هادي عاد نجي نحسب الحاجة اللي بدات تحسب تحسب. دونك واحد مع ناقص واحد مشات، ناقص ln دو اكس ناقص ln دو اكس هي ناقص جوج ln دو اكس. هنا عندنا واحد اكس، اكس زائد اكس ln دو اكس ناقص جوج ln دو اكس. مزيان. شوف معايا هنايا اشنو نطلب منك. طلب منك باش تبين لي ان اتش دو اكس اللي هي هاد التعبير هذا جبناه من هنا. يعني اش بغيتي تمشي دير هنايا، عندك هنايا اكس ln دو اكس ناقص جوج ln دو اكس، بديت فاكتوري بln وخلي هاد اكس بوحدها. هاي اكس بتبقى لنا بوحدها زائد هنا فاكتوري بln. دونك ln دو اكس عامل لاكس هنايا بقات بوحدها ناقص جوج. يعني هادي شحال كتساوي هي اتش دو اكس. دونك اتش دو اكس هاي اكس هاي عندنا زائد عندنا بين قوسين اكس ناقص جوج هاي مضروبة في ln دو اكس هاي هنايا. بحال كانت هنا بحال كانت هنا راه الضرب تبادلي اف بي هي بي فوا. مزيان. دونك السؤال الخروج لينا في الاخير هو هذاك الشيء اللي مطلوب مني. غادي نمشيو نشوفوا السؤال الباء، بين ان اكس ناقص واحد ln دو اكس كبر من صفر لكل اكس من المجال 0 بلس لانفين. سؤال باء بين ان اكس ناقص واحد ln دو اكس كبر من صفر لكل اكس من المعجل 0 بلس لانفين. مونتخي كو هاد التعبير هذا كبر من صفر. دونك هاد التعبير عبارة عن متراجحة. فاش كتكون عندنا متراجحة فيها جداء خاصنا نعرف كل واحد فينتين عادم. يعني عادي نمشي ندير اكس ناقص واحد كتساوي صفر، كيعني ان اكس كتساوي واحد. مزيان. هنايا ln دو اكس كتساوي صفر، كيعني ان اكس كتساوي واحد. غادي نمشي ندير واحد جدول اشارة. دونك جدول الاشارة غادي يكون فيه من زيرو حتى بلوس لانفيني. هنا عندنا اكس ناقص واحد، هاي اكس ناقص واحد انعدمت ليا في واحد هاي هنايا. هنا عندنا ln دو اكس الدالة غير معرفة، ln دو اكس غير معرفة زيرو، وحتى هنايا اكس ناقص واحد عامل لي ln دو اكس. هاد ln دو اكس تينعدمني حتى هو في واحد، وهادي تاهي كتنعدم ليا في واحد. دونك هنا اكس ناقص واحد قبل من واحد كتكون عكس اشراط عليه هي سالبة، ومن وراء واحد كتكون بوزيتيف. كذلك ln دو اكس من المجال من زيرو واحد تكون سالب، ومن واحد بلس لافين تكون موجب. هنا عندنا الضرب الموا في الموا هي البلوس، وهنا البلوس في البلوس هو البلوس.
كيفاش لقيناها من زيرو حتى بلوس ان في نهاية التعبير؟ بلوس هنايا و بلوس هنايا كيعني ان اكس ناقص واحد مضروبة في ln دو اكس راه كبر او يساوي صفر كيلكو سوا اكس ابارتي على انترفال زيرو بلوس لافين. دونك النتيجة اللي مطلوبة مني راه وصلنا ليها بهذا الجدول هذا. دونك هذا الجدول ضروري ديرو فاش كتكون عندك متراجعه فيها جداء ولا فيها خارج دالتين، خاصك تعرف كل واحده فين كتنعدم وديرهم بجوج في جدول الاشاره باش تعرف لا بارتي الثالثه اللي كتهمك هي هذه. دونك نكملوا الاسئله الاخرين. دونك بين ان ثالثا استنتج ان اش دو اكس كبر من صفر قطعا لكل اكس من المجال 0 بلس لانفيني. استنتج ديدوير كو استنتج ان ديدوير كو اش لي اكس اكبر قطعا من الصفر لكل اكس من المجال 0 بلس لانفين. دونك حنايا اش دو اكس في لابارتي فهاد عفوا السؤال اللي قبل من هذا اشنو لقينا؟ لقينا ان اش دو اكس هو التعبير ديالها اش دو اكس هو هذا التعبير هذا. حنايا السؤال اللي قبل بينا ان هذا موجب، ها هي واقع عندي هنايا، ها هي بينا هذا موجب اللي هو هذا ياك، وفي هاد جي اكس بينها في لابارتي الاولى ها هي هنايا نيت، ها هي جي اكس كبر من صفر، هذا كبر من صفر او يساوي وهذا اكبر او يساوي، ولكن زدنا عليهم واحد بيولي قطعا هادو بجوجهم اكبر او يساوي صفر يعني بوزيتيف يعني سوبيريور او ايغال ا زيرو، ولكن واحد سوبيريور ستريكتوم ا زيرو يعني اش دو اكس كبر قطعا من الصفر. ضروري خاصني نكتب ليه هاد الشيء هذا. قلنا جي دو اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو كيلكو سوا اكس ابارتي ان لانترفال زيرو بلوس لانفيني. يعني نحاول نرد البال حتى لانترفال اللي خرجت فيه هادي، ومن بعد لقينا حنايا اي قلنا x moins ln de x moins 1 ln de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. هذه الا كانت موجبه وهذا الا كان موجب، الموجب زائد الموجب زائد واحد تكون اكبر قطعا من الصفر. دونك هنايا اش دو اكس سوبيريور ستريكتوم ا زيرو كيل كو سوا اكس ابارتي على انترفال زيرو بلس لانفيني. دونك هذه هي النتيجه النهائيه اللي وصلنا ليها دابا. نتمنى يكون الشرح مزيان واخا الصوت ما معاوناش غير هنا قبلوا عينا وصافي. دونك بالنسبه لابارتي الاولى حيدناها، غادي نمشيو لابارتي الثانيه شوفوا اشنو عندنا هنايا. دونك لا دوزيام بارتي عطانا واحد لا فونكسيون جديده اللي هي اف دو اكس. اف دو اكس كتساوي واحد زائد اكس ln دو اكس واحد زائد x ln دو x ناقص ln دو x الكل أسيدنا مزيان. دونك هذه هي لا فونكسيون اللي عندنا. اول سؤال عطانا هنايا احسب لا ليميت ديال x تنفير 0 بلس ديال f دو x، يعني لا كيسيون الاولى هي حساب لا ليميت ديال x تنفير 0 بلس ديال f دو x، ومن بعد عطينا التاويل الهندسي لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك على بركه الله نشوفوا هاد السؤال كيفاش غادي يخرج لينا. يعني لا ليميت في 0 بلس دونك لا ليميت اكس تنفير 0 بلس ديال اف دو اكس كتساوي لا ليميت ديال اكس تنفير 0 بلس ديال 1 زائد اكس ln دو اكس ناقص ln دو اكس او كاري تتساوي. دونك اول حاجه في لي ليميت حاول تعوض ورد البال دوك النهايات الاعتيادية. عندنا x ln دو x 0 بلس هي 0، نعاود نأكدها على هذه مرة أخرى. عندي واحد التذكير هنايا ونكتب لك هذوك النهايات اللي تحتاجهم هنا عقل عليهم. لا ليميت
x tend vers 0 plus ديال ln de x بوحدها هي موال لانفيني و لا ليميت ديال x tend vers 0 plus ديال x ln de x هي 0 و لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال ln de x هي plus l'infini و لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال ln de x sur x est égal à 0. هادو ما نحتاجهم في هاد التمرين هذا. دونك حنا شنو عندنا في هاد لا ليميت هادي؟ عندنا لا ليميت ديال x tend vers 0 plus x ln de x هادي نهاية اعتيادية، ها هي المعلم كتساوي 0. وهاد لا ليميت ديال اكس اكس تنفيغ بلس لانفيني شحال هي موان لانفيني، اس اثنان هي بلس ولكن مسبوقة بواحد موان بتولي موان لانفيني موان لانفيني. ونجي هنا ندير ليه التعليل، علاش ضروري نكتب ليه التعليل باش هذاك المصحح اللي بيصح لي الورقة ديالي يعني عارف اننا حنا خدامين شي حاجة ديالنا، يعني ماشي نقلناها ولا شي حاجة. دونك اكس كتساوي زيرو هنايا و لا ليميت ديال اكس تان فيغ زيرو بلوس ديال ln دو اكس راه كتساوي موان لانفيني، او كاري هي بلوس مع هاد موان هي الموان. هنا واحد النقطة غادي نذكر بها، وقت ما حنا خدمنا بواحد النهاية عفوا بواحد الدالة ديال ln راه كنخدمو اون باغالي، كنخدمو القسم وفي نفس الوقت الوطني. في القسم كنبداو تمارين ساهلين والوطني غادي كنطلعو النيفو، ما بيش ندخل يعني نختار واحد الدالة تكون قاصحة نظرا الى بليبار ديال الناس راه مازال ما وصلوش لالين. وكاينين بعض الاساتذة ما تابعينش البروغرام ديال يعني تابعين البروغرام ديال المقرر، كاين اللي وصل لالين، كاين اللي مشى دخل لي نوبر كومبليكس، كاين اللي مشى بدا يعني الاكسبونونسيال، يعني كل واحد كيفاش خدام مع الاستاذ ديالو. يعني كنحاول نرضي كلتا الطرفين ان شاء الله. الفيديو الجاي اما غادي يكون على لي نومبر كومبلكس ولا ليكسبونونسيال، حيت بزاف الناس طلبوني باش ندخلو فواحد الدرس اما ديال ليكسبونونسيال ولا ديال يعني لي نومبر كومبلكس الاعداد العقديه. داكشي باش اغلبيه ديال التمارين حاليا في الاله ما كنحاولش ندير شي داله تكون صعيبه، غير ان شاء الله كلشي يعني يشد الطريق ديال الالين ولا ليكسبونونسيال. وديك الساعه ان شاء الله غادي نخدمو تمارين في المستوى اللي غادي يكونوا التمارين يعني قاسحين بمعنى الكلمه. علاش؟ حيت الوطني ما كتعرفش اشنو كيتحط لك، خاصك تكون كتخدم الماكسيموم في التوجد ديال الوطني. دونك انا عطتنا لا ليميت في موال لانفين، دونك هادي عمرات نحيدوها نكملو هنايا. دونك لا ليميت ديال اكس تان فيغ زيرو بلوس ديال اف دو اكس عطانا موال لانفين، دونك هادي هي النتيجة النهائية. حسبنا في عدد عطايا لانفيني، دونك غادي يقول عندنا واحد لانتربريتاسيون. اشنو هو لانتربريتاسيون؟ اكس كتساوي صفر مقارب عمودي، مقارب عمودي اكس كتساوي صفر اسامبتود فيرتيكال. ما كنقولش فوازيناج باش تيكون عمودي ديريكت. غادي نمشيو للسؤال ب وحسب لا ليميت اكس تان فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ثم حدد الفرع اللانهائي لمحادثة سي اف بجوار بلوس لانفيني. تقريبا بحالو بحال السؤال اللي قبل، غادي نمشيو نحسبو لا ليميت في بلوس لانفيني ومن بعد نعطيو البرونش انفيني. وهنا قال لي بين قوسين لاحظ ان اف دو اكس كتساوي واحد زائد اكس ln دو اكس عامل لواحد ناقص ln دو اكس على اكس. هادي عطاها ليا كملاحظة باش نحاول نخدم بها هنايا اون توكا لقيتي فورم انديتيرميني. دونك سؤال ب حساب لا ليميت ديال اكس تان فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس. لا ليميت ديال x تان فيغ بلوس لانفيني ديال f دو x تتساوي لا ليميت ديال x تان فيغ بلوس لانفيني f دو x هي واحد زائد x ln دو x ناقص ln دو x الكل أس اثنان تتساوي. دونك هنا أول حاجة في النهاية كتحاول تعوض،
اكس ln دو اكس في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. علاش؟ هذه فيها بلس و ln دو اكس بلس لانفيني هي بلس، دونك البلس في البلس هو البلس. اما هذه ln دو اكس في البلس هي البلس، او كاري هي البلس ولكن مسبوقه بالموان هي موان لانفيني. هذه بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. داكشي باش نعطيك واحد الملاحظه تخدم بها الا بغيتي. انا شنو قال لك؟ لاحظ ان اف دو اكس كتساوي واحد زائد اكس ln دو اكس عامل لواحد ناقص ln دو اكس على اكس. يعني حاول تغير الكتابه ديال هاد الداله اف اللي عندك هنايا بعد التغيير هذا وعاد ديك الساعه عوض. دونك تتساوي لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال واحد زائد اكس ln دو اكس، هنا عملو باكس ln دو اكس زائد اكس ln دو اكس عامل لواحد ناقص ln دو اكس على اكس. مزيان، دونك هذا هو التعبير الجديد اللي ولا عندنا. دابا نجي نعوضو ln دو اكس على اكس بلس لانفيني زيرو، هذه نهايه اعتياديه. لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال ln دو اكس على اكس راه هي زيرو، ولا ليميت ديال اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال ln دو اكس هي بلس لانفيني. دونك هذه عطاتنا زيرو. شحال بقى لنا؟ واحد. واحد ناقص صفر هي واحد. فاش مضروبه هاد ln دو اكس فيها بلس لانفيني، بلس لانفيني مضروبه في بلس لانفيني هي بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني. دونك تتساوي بلس لانفيني. هاد التعليل علاش صافي. دونك هنايا غادي نكتبو لا ليميت اكس تنفيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس تتساوي بلس لانفيني. حنا خرجنا النهاية ديال بلوس لانفيني. باش نخرجو هذاك الفرع الشلجامي يعني البرونش انفيني هنايا اوبليجي اننا نمشيو نحسبو لا ليميت ديال اكس تنفيغ لانفيني بلوس لانفيني اف دو اكس على اكس. يعني هادي كتخليني نمشي نحسب مباشرة لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني اف دو اكس على اكس تساوي لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني. هنايا شوف معايا، نعطيك واحد الفكرة تاهي خدها في البالك ديما. هاد اف دو اكس هادي اللي عندك هنا باش خرجتيها بالتعويض كوبي هادي هنايا، خرجتيها بشي تعميل كوبي ديك الساعة هادي هنايا. هيا قسمنا على اكس، اف دو اكس خرجنا بهاد التعويض هذا. دونك واحد زائد اكس ln دو اكس عامل لواحد ناقص ln دو اكس، هادشي مقسم على اكس. من بعد قسم لي هذا المقام هذا، واحد قسمو على اكس لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني، واحد قسمو على اكس هي زائد هذا الجداء كامل مقسوم على اكس، ها هي اكس ln دو اكس عامل لي واحد ناقص ln دو اكس مقسوم على اكس، هذا الشيء كامل بغيت نقسمو على اكس. مزيان، هنايا واحد على اكس لا واحد على لانفيني هي زيرو، انا بغيت نمشي ليا اكس مع اكس، اجي نختازل هاد اكس مع اكس. عاد ديك الساعه نكتب لكم اشنو باقي. دونك نختازل هاد اكس مع اكس، بقى عندنا هاد التعبير مقسم على واحد اللي هي نفسه. عاد ديك الساعه نعوض تتساوي لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال واحد على اكس زائد ln دو اكس عامل لواحد ناقص ln دو اكس على اكس. مزيان، هادشي اللي بقى عندنا هنايا في هاد لا ليميت. نعوضو دابا ln دو اكس على اكس في بلس لانفيني هي زيرو، هاي فين كتبتها لك. ln دو اكس في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، شحال بقى عندك بين قوسين؟ بقى عندك واحد، واحد ناقص صفر هي واحد، في بلس لانفيني هي بلس لانفيني، هنا واحد على لانفيني هي زيرو، دونك هادشي كامل عطانا بلس لانفيني تساوي بلس لانفيني. وهو التعليل هنايا دائما نكتب ليه جوستيفيكاسيون، اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال واحد على اكس هي زيرو، لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال ln دو اكس على اكس هي زيرو، ولا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال ln دو اكس هي بلوس لانفيني. فاش كتكتب ليه التعليل كيعرف الاستاذ انت راه فاهم هادشي هذا. دونك النتيجة النهائية عطانا لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس كتساوي
بلوس لافيني. يعني حاول تبع معايا غير ايطاب باغ ايطاب، وراه في الامتحان غادي يكون غير الخير. يعني حاول تفهم، ما تحفظش هادشي اللي كندير معاك انايا. تجي الا حفظتي هاد الحاله نبدل لك هاد الداله هادي وصافي كلشي غادي يمشي. ولكن الا فهمتي لو برانسيب، اي داله الالان بتخدم عليها هادشي هذا. دونك هنا اف دو اكس على اكس، اكس تنفيغ بلوس لافيني عطاتنا بلوس لافيني. اشنو هو التاويل الهندسي؟ لانتربريتاسيون. هنا عندنا فرع شل جميل في اتجاه محور الاراتيب. دونك اجي هنايا او ايكغيك فرع شل جميل بجوار بلوس لافيني. دونك او ايكغيك برونش بارابوليك فوازيناج بلوس لافيني. هذا هو التأويل الهندسي. نكملوا الأسئلة الأخرى. سؤال جوج ألف، بين أن F بريم دو إكس كتساوي H دو إكس على إكس. دونك هادي عامرة حيدوها نجيبو شوية أخرى. لا كيسيون تخوا، بين أن مونتخي كو كيلكو سوا إكس أبارتي أن انترفال زيرو بلوس لانفيني، f prime de x كتساوي h de x مقسم على x. حنا ديجا عندنا h de x في التمرين، دونك نمشيو نخدمو f prime هي الاولى ونشوف واش بتعطينا نفس النتيجه اللي عندنا في التمرين ولا لا. دونك quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini، f prime de x تساوي 1 زائد x ln de x ناقص ln دو اكس الكل استثنان بين ديال البريم. حتى هنايا البريم كتقسم عليهم كاملين، واحد بريم زائد اكس الين دو اكس بريم ناقص الين دو اكس او كاري الكل بريم. ونخدم عادي مشتقات واحد زيرو. هنا المشتقات اكس الين دو اكس بريم عندنا داله في داله، هي الاولى بريم في الثانيه زائد الاولى في الثانيه بريم. دونك اكس بريم في الالين دو اكس زائد اكس في الالين دو اكس بريم ناقص. هنا عندنا داله اس اثنان بريم. اشني داله اس ان بريم؟ كنهبط هاد الاس هذا، هي جوج في الالين دو اكس اس جوج ناقص واحد مضروبه في داكشي الوسط اس ان بريم. هاي تتساوي اكس بريم هي واحد في الين دو اكس هي الين دو اكس، زائد اكس ها هي مضروبه في الالين دو اكس هي واحد على اكس ناقص جوج في الالين دو اكس مضروبه في واحد على اكس. هنا عندنا واحد الاختزال، هاد اكس بتمشي مع هاد اكس هادي، ونحسب هادشي هي الين دو اكس زائد واحد ناقص جوج الين دو اكس مقسوم على اكس. نوحد مقام كل صدقه واحده، يكون مقام واحد هو x. دونك ln دو x في x هي x، ln دو x زائد واحد في x هي x ناقص جوج ln دو x. عندنا هنا جوج ln دو x، وهنا عندنا x ln دو x. نفاكتوري ب ln دو x، ln دو x عامل ل x ناقص جوج زائد x، هادشي كامل مقسوم على x. غادي نحاول نشوف هاد التعبير اللي خرج لي هنايا واش هو ديال h دو x ولا لا. شوف معايا h دو x شحال فيها، فيها x ها هي لقيتيها زائد x ناقص جوج في ln دو x ها هي. يعني مباشرة هذا كيساوي h دو x مقسوم على x، هادي هي f بريم دو x كيلكو سوا x ابارتي لانترفال زيرو بلوس لانفين. دونك حنايا لقينا نفس النتيجة اللي مطلوبة منا في السؤال نبينوها مزيان. نكملو الكاستيون الاخرين، بين ان عفوا السؤال باء جوج، استنتج ان الدال اف تزايد قطع على المجال زيرو بلوس لانفيني. شوف معايا باش تخرج لا مونوطون اللي هي كخواسونت ولا ديك كخواسونت من واحد الداله، اوبليج انك تخدم لا ديريفي ديالها اللي هي المشتقه ديالها. من بعد كتحدد لوسين ديالها، لوسين ديال اف بريم مرتبط ليا بالاشارات ديال اش دو اكس، حيتاش اكس بوزيتيف. وحنايا هاد اش دو اكس ديجا بيناها في لا لابارتي الاولى. اخر سؤال هاي، يستنتج ان اش دو اكس كبر من صفر قطعا. يعني هنايا السؤال ديالنا باين
سؤال ب هنايا اجي نكتب ليه عندنا اش دو اكس اون اش دو اكس كبر من صفر قطعا لدينا اكس ابارتي لانترفال 0 بلس لانفيني وعندنا هاد اكس هادي راه ابارتي لانترفال 0 بلس لانفيني يعني موجبه هذا موجب قطعا اقسم لي علاش عاد موجب قطعا بيعطيك موجب قطعا يعني اش بيعطيك هنايا ان اف بريم دو اكس اف بريم دو اكس كبر من صفر قطعا لكل اكس من المجال 0 بلس لانفيني الى عندك المشتقه موجبه قطعا يعني ان الداله تزايديه قطعا اذا اف تزايديه قطعا على المجال 0 بلس لانفيني يعني اف اي كروسونت sur croissant à fois f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini donc nous avons là ce L diable nous commençons là c'est la ce L tlata galia liakun delta le mustaqim le mamas le mulhanas في النقطة أ واحد واحد لأنه عطانا واحد لدغوات الدلتا اللي هو طونجونت ديال هداك السيف في واحد النقطة اللي عندها لي كوردوني ديالها واحد واحد اللي الأفصول ديالها واحد والأرتوب ديالها واحد أشنو قال لي في السؤال الألف بين أن المعادلة ديكارتي لمستقيم دلتا هي إكغيك كتساوي إكس يعني هذا السؤال تيكون محطوط بجوج ديال الطريقات إما طريقة مباشرة كيعطيك يعني ليكواسيون كتبين انها تمامات ولا كيعطيك يعني لي كوردوني ديال هذيك ا وكيقول لك بين انها مماس ديال هذيك النقطه راه بحال بحال يعني انت باش تخرج يعني ليكواسيون ديال الطونجونت سؤال 3 الف سؤال 3 الف اشنو هي ليكواسيون ديال الطونجونت هي اف بريم دو اكس 0 ايغريك تساوي اف بريم ديال اكس 0 فاكتور اكس ناقص اكس 0 زائد اف ديال اكس 0 هاد اكس 0 الى عطاك نقطه راه شوف لي الاوفصول اما يعطيك بحال هكا ا عند اكس ديالها و ايكغيك ديالها ولا مباشره يعطيك اكس 0 كتساوي شي عدد مثلا الفا الى عطاك بحال هادي حاول تعوض لي اكس 0 بهاد القيمه هادي وهادي هي اللي كتمثل لي ايكغيك ديالها الى عندك بحال هادي مباشره هاد الفا هي اللي كتعوض اكس 0 كاملين دونك حنا عطانا ا كتمر من واحد عفوا ا عندنا هي النقطه واحد واحد هذاك المماس تيمر من هاد النقطه واحد واحد يعني هاد اكس 0 كتمثل ليا واحد وهاد اف ديال اكس 0 هي واحد دونك اي كتساوي اف بريم ديال واحد عامل اكس ناقص واحد زائد اف ديال واحد تساوي اف بريم ديال واحد شنو هي اف بريم اف بريم هي اش دو x على x يعني h ديال واحد على واحد غادي نمشي نحسب هي h هي h ديال واحد على واحد عامل x ناقص واحد زائد f ديال واحد هي هادي هي واحد دونك h ديال واحد على واحد نجي نعوضها دونك h ديال واحد هي واحد هنايا زائد x ناقص جوج ln ديال واحد هي زيرو مشى ليا هذا كامل بقى عندنا هي الواحد هي واحد عامل x ناقص واحد زائد واحد تتساوي غادي نشر هذه هي اكس ناقص واحد زائد واحد تتساوي واحد دونك هذه هي ليكواسيون ديال الطونجون شوف معايا هو دلتا ايغريك كتساوي اكس يعني ليكواسيون ديال الطونجون عندنا صحيح هي هذه دلتا مزيان دونك نكملوا الاسئله الاخرين هنا راهي قواعد وكنعوض التطبيق العادي في القاعده ما كاينش شي حاجه جديده في هذا التمرين هذا يعني حاول دير طرد معايا البال والنوع ديال الاسئله كيفاش تيكونوا تحقق ان اف دو اكس ناقص اكس كتساوي التعبير اللي هو ln دو اكس ناقص واحد مضروبه في جي اكس دونك غادي معاش تقدني هنايا نجيبو شي ورقه باش نحسبو فيها هذاك التعبير كامل دونك السؤال ب 3 سؤال 3 بين ان montrer que
et que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x ناقص x تساوي ln de x ناقص 1 ln de x ناقص 1 مضروبة في g de x. ونحسبو عادي دابا f de x نقص من x خاصو يعطيني هذا التعبير. هذا لدينا قلنا f de x ناقص x كتساوي فينا f de x هي هذه هي 1 زائد x ln دو x ناقص ln دو x الكل أسيدنا. هذه هي f de x ناقص x. سنحسب لي هذه قلنا ln دو x ناقص 1 مضروبة في g دو x تتساوي ونحسب كل واحدة واحدة في الخلاص نلقى ليغاليتي. دونك ln دو x ناقص 1 عامل جي اكس هي الاول في المعطيات هي اكس ناقص 1 ناقص ln دو x. ونشرح هذه دونك ln دو x في x هي x ln دو x ln دو x في ناقص 1 هي ناقص ln دو x ناقص ln دو x في ln دو x هي ناقص ln دو x او كاري. هاي ناقص 1 في x هي ناقص x ناقص 1 في ناقص 1 هي زائد 1 وناقص 1 في ناقص ln دو x هي زائد ln دو x. نحسب هادشي اللي بدك تحسب تحسب. دونك x ln دو x ها هي عندنا ناقص x زائد ناقص ln دو x زائد ln دو x باش تمشي هادي مع هادي. اش يبقى عندنا؟ بقى عندنا ناقص ln دو x الكل أسيدنا ناقص x زائد 1. حاول شوف معايا هادي واش هي هادي هنا ولا لا. دونك هنايا اكس ln دو اكس هي هادي ناقص ln دو اكس هي هادي زائد 1 هو هذا. بقات عندنا واحد ناقص اكس فين ما تمشي ليا. دونك هاد ناقص اكس خاصنا تختازل. دونك اكس ln دو اكس نعاود نشر ln دو اكس في اكس هي اكس ln دو اكس ناقص ln دو x في ناقص 1 هي هادي ناقص ln دو x أسيدنا هي هادي ناقص 1 في x هي ناقص x ها هي وناقص 1 في ناقص 1 هي زائد 1 وناقص 1 في ln دو x هي هادي. دونك هنايا غادي نحاول نشوف شنو عندنا هنايا. دونك هنايا x ln دو x هي هادي هنايا نسينا ما نقصناش 1 x من f دو x فاش عوضناه واش عرفنا السخانة طلعت ليا راه نسيت فاش جينا اف دو اكس عوضناها بالتعبير ما نقصناهاش من هاد اكس هادي داكشي باش هاد ناقص اكس بقات عندنا هنايا. دونك هنايا اكس ln دو اكس اللي عندك هنايا هاهي عندك هنايا ln دو اكس ناقص ln دو اكس هاهي ناقص اكس هاهي هنايا وزائد 1 هاهو. يعني اش اف دو اكس ناقص اكس تتساوي ln دو اكس ناقص 1 عامل لي جي دو اكس كيلك سوا اكس ابارتي على انترفال 0 بلس لافي. يعني باش تعرفوني راه قلت لكم مريض راه مريض نيت بالمعقول. دونك باش نخليكم بلا ما نحط لكم فيديو اليوم دونك نكملو على بركة الله. جيم ادرس اشارة اف دو اكس ناقص اكس اتيدي لو سين ديال الفرق ديالهم. انت هاد الفرق هذا هو اللي حسبتي انت هنايا باش مشي تدرس الاشارة ديال هاد الشيء سير شوف لي الاشارة ديال هذا. دونك حنايا قال لي هنايا في لا كاستيون جيم اشارة اف دو اكس ناقص اكس كيلك سوا اكس ابارتي ان انترفال 0 بلس لافين. دونك بلا نحددو حنا لو سين ديال هذا الفرق هذا لو سين ديال هذا الفرق هو لو سين ديال هذا. حنايا هذا التعبير هذا جي اكس بيناها في لابارتي الاولى انها بوزيتيف يعني بقى لنا متعلقنا هي بالاشارات ديال ال ان دو اكس موان زد. يعني غادي نمشيو نحلو المعادله نجي هنا نكتب لي بما ان دونك g de x supérieur ou égal à 0 donc نحل المعادلة ln de x ناقص 1 تساوي 0
يعني ln دو اكس كتساوي واحد، يعني اكس كتساوي او، يعني اكس كتساوي او. غادي نجي ندير واحد الطابلون ديال الإشارة f دو اكس ناقص اكس من زيرو حتى البلوس لانفيني، هنا عندنا او. دونك قبل من او عندنا بوزيتيف، ومن مورا او عفوا قبل من او عندنا نيجاتيف، وهنا هي بوزيتيف. يعني هاد الجدول ملخص ليا الاشاره ديال اف دو اكس ناقص اكس. دونك هاد جي اكس موجبه، يعني كلشي متعلق ليا بهذا. دونك نجي نكتب ليه هنايا داكشي اللي عندنا في الجدول، اف دو اكس ناقص اكس صغر او يساوي صفر في الانترفال زيرو حتى الاو، و اف دو اكس ناقص اكس كبر من صفر في المجال او حتى البلوس لافي. انا حددنا الاشاره ديال الفرق ديالهم بجوج. نكمل السؤال ديالنا، ثم استنتج الوضع النسبي ديال سي اف مع المستقيم دلتا. سي اف اللي بغينا ندرسو حنايا هذا الوضع النسبي اللي هو لا بوزيسيون غولاتيف، هو اللي حسبناه هنايا قبل. ياك تنقول لكم دائما في لا بوزيسيون غولاتيف بين جوج الحوايج كتمشي كدير الفرق ديالهم بجوج. حنا سي اف هو اللي كيمثل ليا لا فونكسيون ديال اف، ودلتا هو ليكواسيون ديال ايكغي كتساوي اكس. دونك حنا حسبنا الفرق لقيناه موجب في واحد المجال، لقيناه سالي في واحد المجال. دونك غادي نجي هنايا. دونك هنا عندنا اف دو اكس، يعني كنقلبوا دابا على اش لا بوزيسيون غولاتيف، الوضع النسبي، الوضع النسبي. دونك اف دو اكس ناقص اكس صغر من صفر في المجال اكس تنتمي للمجال زيرو حتى الاو، يعني اش سي اف تحت المستقيم دلتا في المجال زيرو حتى الاو. دونك سي دو اف او ديسو هذاك المستقيم دلتا، وفي الانترفال و اف دو اكس مو اكس تتكون بوزيتيف في الانترفال اكس لا بارتي انترفال او حتى بلوس لانفيني. دونك هنايا سي اف يوجد فوق المستقيم دلتا، دونك سي دو اف او دي سو هذاك المستقيم دلتا كيل كو سوا اكس ابارتي ان انترفال او بلوس لانفيني. هذه هي لا بوزيسيون غولاتيف فوق ولا تحت. نكملوا الاسئله الاخرين. انشئ المنحنى سي اف والمستقيم دلتا في نفس المعلم. انا قال لي بين قوسين نقبل ان المنحنى سي اف يقبل نقطه انعطافها. هنايا ما كملش ليا يعني السؤال نقطة انعطاف وفصولها محصور بين واحد و واحد فاصلة خمسة، هي ضد لها البعد. دونك سي اف يقبل نقطة انعطاف وفصولها محصور بين واحد و واحد فاصلة واحد خمسة. يعني هنا عندنا واحد البوان دانفليكسيون لابسيس ديالها بوغن بين واحد و ان فيغكول سانك هنايا. دونك بالنسبة لهذا السؤال هذا غادي نخليه حتى نكمل الدالة كاملة عاد نرجع نمثل هذا التمثيل المبياني. دونك نمشيو لابارتي ثلاثة اللي كنهضر لها على لي سويت. دونك هاد لي سويت في لابارتي ثلاثة، لابارتي ثلاثة عطانا يو زيرو كتساوي الغاسين ديال او، يو زيرو كتساوي الغاسين ديال او، و يو ان بلس ان كتساوي اف ديال يو ان كيلكو سوا ان ابارتيان لونسومبل ان. هادو هما المعطيات اللي عندنا. لا كاستيون الاولانيه بين بالترجع مونتخي باغ ريكيرونس ان يو ان محصوره بين واحد و او، واحد و او كيلكو سوا ان ابارتيان لو ان. دونك هذا غادي نجاوب عليه بنفس الطريقه اللي مولفين كنخدمو. رد معايا الباء هنا متتاليه مرتبطه بداله.
من أجل أن تساوي صفر بور أن إتقال زيرو أن لدينا U زيرو كتساوي الغاسين ديال دو الغاسين ديال أ عفوا والغاسين ديال أ محصورة بين واحد و أ دونك U زيرو محصورة بين واحد و أ مزيان لا دوزيام بارتي عفوا لا دوزيام بارتي هنايا نفترض أن شنو كنفترضو الشباب كنفترضو السؤال نفترض أن U أن محصورة بين واحد و أ on suppose que U أن محصورة بين واحد و أ ولنبين et on montre que نبين أن U أن plus أ تاهي محصورة بين واحد و أ et on montre que دونك هنايا فاش كنوصلو لهاد المرحلة شنو كنديرو كنمشيو كنبداو من هاد الافتراض دونك هادو إذا مكانوش باينين هاهما U أن بلس أ صغر من U مزيان كنبداو من هاد الافتراض أن لدينا U أن محصورة بين واحد و أ أن U أن محصورة بين واحد و أ هنا بغينا ندخلو F قبل ما كندخلو F كنرد البال الدالة F كيفاش دايرة في المجال واحد حنا الدالة F ديجا بينا أنها تزايدية دونك هنايا هي بينا أنها تزايدية هاهي F بخيم كبر من زيرو في الانترفال زيرو بلس لانفيني هاهي F تزايدية قطعا في المجال زيرو بلس لانفيني دونك نكتبها لي هنايا ولدينا F تزايدية قطعا يعني ستريكتومون كخواسونت في الانترفال زيرو بلوس لانفيني دخلت عليهم هادو اف اش بتولي اف ديال واحد صغر من اف ديال او ان صغر من اف ديال او احسب سنحسب ليا اف ديال واحد و اف ديال او و اف ديال او ان اف ديال او ان راه هي او ان بلوس ان حسب ليا هادو اف ديال واحد اجي للدالة حسبها معايا هنايا واحد زائد واحد الالين ديال واحد هي زيرو مشات الالين ديال واحد اس اثنان هي مشات زيرو بقى عندنا واحد دونك هي واحد اف ديال او هنايا واحد زائد او الالين ديال او هي واحد هنا زائد او الالين ديال او هي واحد اس اثنان هي واحد واحد ناقص واحد مشات بقى عندنا او نعود كل حاجة بلاصتها دونك اف ديال واحد عطانا واحد اصغر من او ان بلس ان اصغر من او اذا او ان محصورة بين واحد و او كيلكو سوا ان ابارتيان دو ان دونك لا كيستيون الاولى ليا خرجناها نمشيو ندوزو لا دوزيام كيستيون واش مطلوب مني هنايا بين ان المتتالية تناقصية يمكن استعمال السؤال ثلاثة جيم من الجزء الثاني فين هو السؤال ثلاثة ها هو جيم اشنو فيه في اف دو اكس ناقص اكس مزيان دونك حنا نبينو ان هذيك المتتالية بين ان او ان متتالية تناقصية ديكخواسونت او ان مونتري كو او ان ديكخواسونت مزيان دونك اول حاجه هنايا خاصك ترد لها البال تمشي تقلب على اف دو اكس ناقص اكس داكشي باش مشى هو قال لك هنا بين قوسين قلب لي على هذا السؤال هذا السؤال جيم من ثلاثة في الجزء الثاني اشنو بينتي ان اف دو اكس ناقص اكس كيفاش بينتيها قبل ارجع معايا الجواب ديال هذا السؤال هذا هاي اف دو اكس ناقص x كتكون سالبة في الانترفال 0 e و f دو x ناقص x كتكون بوزيتيف في الانترفال e بلس لانفيني انت فين خدام شوف معايا المتتالية u ان راه محصورة بين واحد و e يعني فين هي واحد و e هاي واحد و e كاين هنا كيفاش دايرة هادي نيجاتيف مزيان كتبها هنايا f دو x ناقص x صغر من 0 ك
quel que soit x à partir de l'intervalle 0 1. مزيان، هذه الاولى. الحاجه الثانيه خاصك تبين ان f ديال هذا الانترفال ضمن الانترفال نفسه نيت f ديال الانترفال 0 عفوا هنايا في الانترفال 0 او. وشوف معايا انت المجال اللي خدام فيه هنايا 1 او، هنايا f ديال 1 او راه ضمن 1 او نيت، وهاد الانترفال 0 او راه ضمن 1 بلس ضمن او عفوا ضمن 1 او. اي اون ولدينا يو ان تنتمي للمجال 1 او، اذا يمكن وضع اكس كتساوي يو ان، ولا وضع ديريكتوم الا مشيتي حيدتي اكس او طبيعي اش بتولي عندك هنايا اف ديال يو ان ناقص يو ان صغر من صفر. وشنو هي اف ديال يو ان؟ هي يو ان زائد 1 ناقص يو ان. الا كان الفرق ديال هذا سالب شنو كيعني؟ ان المتتاليه ديك خواصون. صافي نجي هنايا يو ان متتاليه تناقصيه. مزيان، دونك حنا خرجنا السؤال ديالنا اللي مطلوبه من يو ان ديك خواصون. مزيان، نمشيو للسؤال الأخير. استنتج أن يو ان متتالية متقاربة. ديدوير كو لا سويت يو ان كونفيرجون. السؤال الأخير بغينا نبينو أن هذيك المتتالية متقاربة فيها جوج ديال الشروط، إما تكون تناقصية أو مصغورة ولا تكون مكبورة وتزايدية. حنا لقينا أنها تناقصية ومصغورة. باش مصغورة؟ مصغورة تيكون كبر ماشي عدد. شوف يو ان راه صغر من او وكبر من واحد، يعني تناقصية أو مصغورة بواحد. تناقصية أو مصغورة بواحد، دونك غادي نكمل هاد. عندنا شي وحدة أخرى هنايا. سؤال ثلاثة، لدينا يو ان تناقصية ومصغورة بواحد، مصغورة بالعدد واحد، يعني يو ان ديكخواسونت اي مينوري باغ ان. هادشي شنو كيعطي هنا؟ كيعطي هنا ان يو ان متتالية متقاربة يو ان كونفيرجونت. دابا مطلوب مني باش نخرج لا ليميت ديال يو ان. دونك هنايا لا ليميت ديال يو ان فيها بعض الشروط اللي خاصنا نبينوهم هنايا. دونك هنايا حساب لا ليميت، حساب لا ليميت ديال ان طونفير بلوس لانفيني ديال يو ان. دونك هنايا باش نحسبوا لا ليميت ديال يو ان، وكتكون عندنا يو ان مرتبطه ليا بواحد عفوا متتاليه مرتبطه ليا بواحد الداله، عندنا أربعة ديال الشروط، خمسة ديال الشروط. أول حاجة، الشرط الأول هو يو ان زائد واحد تساوي اف ديال يو ان. هادي كتكون في المعطيات. مزيان، اف متصلة في المجال اللي معرفة فيه عفوا اللي محصورة به المتتالية يو ان اللي هو واحد او. واحد او. علاش متصلة هنا؟ اصلا الداله معرفه في المجال 0 بلس لانفيني ياك، يعني متصله فيه. والانترفال واحد حتى الاو راه ضمن الانترفال 0 بلس لانفيني، يعني الا كانت متصله هنا هي بتكون متصله في اي مجال ضمن هذا اللي هو واحد او. مزيان، هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يو 0 خاصها تكون تتساوي لي واحد العدد اللي كينتمي ليا هنا. يو 0 كتساوي الراسين ديال او، والغاسين ديالو تينتمي ليا لواحد او. هاهي الشرط الرابع، اف ديال الانترفال واحد او يكون ضمن الانترفال واحد او. راه ديجا دابيناه فاش حسبنا هادي، فاش
باش نحسب لنا اف ديال واحد لقينا هي واحد، و اف ديال او هي و او. يقدر يكونوا بالضرورة هما نيت، ولا يكون واحد الاعداد يكون ضمنها واحد حتى الاخر. والشرط الرابع الخامس عفوا، هو تكون عندنا يو ان متقاربة كونفيرجونت، يو ان كونفيرجونت هنا اف كونتيني، اف اي كونتيني سيغ الانترفال واحد. باش ما يقول الناس الناس ديال بيوف هكا تكتبوها بالعربية، ما تقلقوا الناس. دونك فاش كي يتحققوا لنا هاد الشروط كاملين، عاد كنمشيو نحلوا المعادلة. اشنا هي المعادلة اللي كنحلوا؟ هي اف دو اكس ناقص اكس تتساوي صفر. الحل ديال هاد المعادلة هادي هما هو الخارج ديال النهاية ديالي. دونك هادي ديجا حنا خرجناها فين؟ دونك رجع معايا لهنايا الآية الفلانية هادي نيتي. شوف معايا هنا اف دو اكس ناقص اكس لقيتها كتنعدم ليك في اكس كتساوي او، و جي اكس شحال كتساوي؟ جي اكس فاش كتنعدم تا هي في واحد. دونك جي اكس لقيناها اكبر من صفر او يساوي، ولكن ما تيعنيش انها ما كتنعدمش. كتنعدم جي اكس كتنعدم فاش؟ في واحد. هنا راه لقينا ان جي ديال واحد هي صفر. دونك هذا الحل ديال هذه المعادله هذه، الحل ديال هذه المعادله اف دي اكس ناقص اكس عندها جوج الحلول، عندها اكس كتساوي او وعندها اكس كتساوي واحد. هنايا عندنا اكس كتساوي او، اكس كتساوي او، هنا اكس كتساوي واحد. هادو هما الحلول ديال هاد ليكواسيون هادي. حنا ملي لقينا جوج ديال الحلول خصنا ناخدو غير واحد فيهم. اشنو كنديرو؟ اول حاجه شوف معايا الحل اللي كاين في هاد المجال. عندك واحد راه كاين وحتى او حتى هي كاينه، مزيان. فاش كتلقى هاد المشكل هذا واقع ليك كتمشي لواحد الحاله واحده اخرى. شنو هي؟ شوف المتتاليه واش تزايديه ولا تناقصيه. انت راه بينتي ان او ان متتالية تناقصية ديكخواسون، يو ان ديكخواسون فاش كتكون عندنا يو ان ديكخواسون كتكون عندنا يو ان صغر من الحد الاول اللي هو اش يو زيرو اللي هو كتساوي الغاصين ديال او. وشكون اللي صغر من الغاصين ديال او؟ واش واحد ولا او؟ واحد. يعني اش لا ليميت ديال يو ان، لا ليميت ديال ان طونفير بلوس لانفيني ديال يو ان هي كتساوي واحد. يعني دائما شوف معايا هير هذيك المتتاليه متقاربه. شوف كيفاش خرجنا متقاربه، كانت تناقصيه ام صغوره بهذا العدد هو اللي تيخرج في لا ليميت. صافي الشباب، دونك هنايا نتمنى التمرين يكون مفهوم. غادي نرجع للسؤال اللي بقى ليا هو ديال سي دو اف. دونك سي دو اف هنايا غادي نجي نرسم واحد المعلم هنايا ونحاول ندير فيه هاد النقط اللي عندنا قبل. نحاول ان نقسم هذا المعلم هذا يكون متعامد ممنظم. وبنفس التدريجة هنايا غادي نمشيو بهنايا. دوك انا نمشي هنا تقريبا بواحد ونص. انا كذلك غادي نمشي بواحد ونص. دوك انا واحد هنايا، جوج هنايا، تلاتة هنايا، ربعة هنا ناقص واحد، هنا زيرو، هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، هنا ناقص واحد، هنا ناقص جوج. كيف شتي عطات الأهمية لهذا المجال زيرو بلس لانفين؟ حيتاش الدالة معروف المجال زيرو بلس لانفين. دونك أول حاجة اللي غادي نديرو هنايا هما المقاربات، لاسامبتود فيرتيكال ولا هوريزونتال. رجع معايا، أول حاجة حسبناها زيرو بلس عطانا اف دو اكس عطانا لانفين، يعني بنمشيو ندير واحد اكس كتساوي زيرو مقارب عمودي. فين هو اكس كتساوي صفر؟ اكس كتساوي صفر ها هو مقارب عمودي اللي هو محور الاراتيب نيت. يعني تمشي لمحور الاراتيب ودير واحد المستقيم عمودي مقارب عمودي، لا تعاود تمشي تعاود على هذاك
المحور الآلاتي، المحور الآلاتي تمشي تعاود عليه. إيكغيك هنايا إكس كتساوي صفر، إكس كتساوي صفر. غير نتايا في الامتحان تفادى السطح الأحمر، كنحاول ندير لك بالألوان باش يبان لك كل حاجة متلا بلاصتها. دونك حنايا رسمنا المقارب العمودي، مازال عندنا واحد المماس دلتا. المعادلة ديال إكغيك كتساوي إكس اللي هو هذا، هو إكغيك كتساوي إكس. إكغيك كتساوي إكس إلا بترسمو خاصك جوج ديال النقاط، أي نقطة عطيتها إكس بتلقاها هي إكغيك. عطيتي إكس صفر تلقى إكغيك صفر، لقيتي إكس واحد هي إكغيك واحد، يعني غادي تدوز لك من أصل المعلم. غادي نحاول هنايا ندير واحد المستقيم تمر من أصل المعلم. تمر من واحد واحد و زيرو زيرو. دونك هذا هو الدلتا إيكغيك تساوي إكس. مزيان. دونك هنايا شوف معايا الدالة كيفاش دايرة. الدالة هنايا لقيتيها تزايدية قطعا في المجال زيرو بلس لانفيني. مزيان. هنايا لقيتي الدالة تزايدية قطعا، أجي هنايا أرسم داك جدول التغيرات، يكون غير هنايا، أرسمو غير هنايا جدول التغيرات زيرو بلس لانفيني. اف دو اكس اف بريم دو اكس خارجة في زيرو، وحتى الدالة خارجة في زيرو. دونك بلوس في زيرو بلوس عطاتنا موال لانفيني، وهنايا بلوس لانفيني. مزيان. الدالة كانت تزايدية قطعا. هنا غادي نحاول نختار شي رقم من هنايا باش نشوف واش الدالة كتنعدم في شي عدد ولا لا. دونك هنايا غادي نمشيو نفترضو مثلا نحسب اف ديال واحد شحال بغيت نلقى في الدالة. دونك اف ديال واحد هنايا واحد، ال ديال واحد هي زيرو، مشات هادي ومشات هادي، بقى عندنا واحد، يعني الدالة كدوز ليا من واحد واحد. دونك غادي نحاول الدالة كدوز من واحد واحد، هاهي هنايا. مزيان. دابا غادي نمشيو للوضع النسبي، لا بوزيسيون غولاتيف اللي درنا قبل. شوف معايا هنايا لا بوزيسيون غولاتيف من زيرو حتى لو، فين هي او؟ حاول ترسم لي او هنايا. او تقريبا هي جوج فاصلة واحد وسبعين، تقريبا قريبة لتلاتة، هادي هي او. يعني التمثيل ديال الدالة بيكون تحت هاد المستقيم في المجال زيرو او. مزيان. وفي المجال او بلس لانفيني بيكون الدالة فوق المستقيم. دونك هادشي ضروري يكون عندك هنايا. شوف معايا الدالة تزايدية منين؟ من زيرو حتى بلس لانفيني. هذاك جدول التغيرات اللي درنا هنايا شحال لقينا في زيرو بلس؟ لقينا موال لانفيني. الدالة منين بتبدا؟ بتبدا من التحت، بتبدا من هنايا. فين بتمشي؟ بتمشي تطلع حتى بلس لانفيني، ولكن حاول تحترم هاد النقط هادو. هنايا عندنا او حتى بلس لانفيني، التمثيل ديال عفوا المستقيم بيكون فوق فوق المستقيم، يعني عفوا السي اف بيكون فوق المستقيم، وهنا بيكون لتحت. شوف معايا او حاول شوف معايا او اكس عطيتيها او، ايكغيك حتى هي بتكون او، يعني ايكغيك حتى هي بتكون او، هي بتكون هنايا هاي. يعني حاول دير الاسقاط هنايا، هنا فين بارجي. دونك هنا بالضبط هنايا التمثيل ديالنا من بادي، بادي من التحت. مزيان. بادي من هنايا، اي غادي طالع حتى لهنايا، اي هو غادي هنايا. ماشي بالضبط هبط لتحت، وغادي حتى لهنايا من هاد البلاصه، من زيرو حتى لو مرسوم لتحت، ومن او حتى بلس لانفيني مرسوم لفوق. يعني الدالة بيكون غادي مع هذا. وهنا عندنا واحد البغونش بارابوليك نسينا، اشنا هو اللي بغونش بارابوليك؟ او ايكغيك. يعني التمثيل ديالنا غادي يجي حتى لهاد النقطة هادي، وغادي يبعد على هذا. يعني التمثيل غادي يمشي من هنايا حتى لهنايا، وغادي يوصل لهنايا ما عادش يكمل، لا غادي يمشي هنايا وغادي يبعد على هنايا، غادي يطلع غادي يمشي مع هذا بالتوازي، غادي يبعد عليه وغادي يمشي معاه بالتوازي. دونك هذا هو السي اف ديالنا، يعني جاي من هاد النقطة هادي
وهابط لاش المولع فيني. هذا هو السي اف ديالنا في هذا التمرين اللي عندنا اليوم. دونك في هذه النقطة هذه غادي نكونوا كملنا هذا التمرين هذا. كان معكم الأستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هذا الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، واخا يعني مريض شي شوية حاولت نوصل لكم هذا التمرين هذا نظرا لبزاف الناس عندهم الامتحان في هذه السيمانة هذه. طال ليا في راسكم، ما تنساش تبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.